السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بسماني، معكم الأستاذة صفاء من قناة يوتيوب. بسمعنا أنا أول مرة أجي الفيديو، ما ينساش تشترك وفعلنا الجرس. حاب أعرفكم في قنوات أخرى غير قناة يوتيوب. عندنا قناة يوتيوب معرفة، قناة يوتيوب شورت، قناة يوتيوب ملكة التعبير. في أكثر من قناة، قناة يوتيوب. أتمنى منكم الاشتراك فضلا وليس أمرا. اليوم بإذن الله كتابة رسالة الشكر إلى أبي موجود في قناة يوتيوب. رسائل كثيرة أنا منزلها عن رسائل مكتملة العناصر. رسالة الشكر أو إلى أبي وإلى أمي، رسالة إلى سجين، رسالة إلى أخي، إلى أختي، إلى صديقاتي، كله موجود في القناة. اليوم مطلب مني كتابة رسالة الشكر إلى أبي. رسالة مكتملة العناصر، نضع رسالة في مربع في نص السطر كده أو أول السطر. بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية والسلام، عفوا، إلى والدي العزيز، نذكر اسمه، إلى والدي العزيز أو إلى أبي العزيز. نختار واحد فقط، إلى والدي العزيز أو نقول إلى أبي العزيز. فصلة كده تحتها، ندخل كده على بداية الرسالة، بعد التحية والسلام، دي كده تعتبر تحية الرسالة. أكتب لك هذه الرسالة لأشكرك على تعبك وجهودك معي. دي كده مقدمة الرسالة، التحية ومقدمة الرسالة معا. أطرق فارغة مسافة كلام في بداية الرسالة، في بداية المقدمة. ندخل على مضمون الرسالة أو العرض، أطرق فراغ أيضا مسافة كلمة. أبي، لا أعرف ماذا أقول لشكرك، فمهما قلت فلن أعطيك حقك كما عما قدمته لي. تعبت وسهرت من أجل تلبية طلباتي، كنت خير صديق لي قبل أن تكون أبا. علمتني القيم والمبادئ وأعطيتني الحنان والأمان والعطف، كم أحبك يا أبي، فأنت نعم الأب. خاتمة، في الأخير أدعو الله بأن يديمك لي في هذه الحياة وأن يجعلك سندي الدائم والأبدي. دي خاتمة الرسالة، يعني وقبل كده مقدمة والعرض والخاتمة. انه التعبير، الرسالة مثل التعبير، يبقى يكون فيها بداية والعرض وكمان خاتمة الرسالة. خاتمة الرسالة ممكن تكون دعاء تمني، برضو تكون في سطر او سطرين. توقيع في اخر الرسالة، التوقيع يجب ان يكون فيه توقيع، يعني اللي كتب رسالة يمضي يكتب اسمه، من ابنك محمود، او نذكر اللي كتب رسالة يذكر اسمه. رسالة بتكون داخل المربع، رسالة مكتملة العناصر. يا رب الفيديو يعجبكم، اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. لا تبقى علينا باللايك الكومنت اللي نعرف رايك في الموضوع، الاشتراك اذا كنت لأول مرة تسمعني، دمتم في رعاية الله. اذا اردتم اي رسالة غير موجودة في القناة اكتبونا في التعليقات، وان شاء الله نحاول ننزلها لكم في اقرب وقت ممكن. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.